ومعنا لتعقيبه أكثر على هذا الموضوع وعلى الوضع الميداني في دمشق مراسل شبكة شام محمد الهادي. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم محمد، تطلعنا على الأوضاع الميدانية في سوريا لهذا اليوم. نعم، يعني تتركز أحداث اليوم في ريف حلب، حيث المعارك لا تزال عنيفة جدا قرب خناصر، بعد أن استطاع الثوار تحرير قريتي القرباطية وحمام، يوجهون أنظارهم إلى قرية خناصر والتي تعتبر استراتيجية على الطريق الواصل بين حلب وحماة. كل هذا في ظل مجازر يقوم بها النظام في حلب. شهدنا 16 شهيدا بالسفيرة نتيجة القصف العنيف الذي يتبعه النظام، فقام بالقصف بالقنابل العنقودية واستهدف الحي الجنوبي في المدينة، أيضا قصف حي الملوحة وقرية تلس بعين بغارتين جويتين، أيضا قام بقصف جامع أهل بدر الكرام. كل هذه المناطق تابعة لمدينة السفيرة وريفها، مما أسفر عن ارتقاء 16 شهيدا إلى منبج. أيضا شهدنا ارتقاء 7 شهداء والعديد من الجرحى، بينهم نساء وأطفال، بعضهم في حالة خطيرة جراء استهداف الطيران الحربي وسط المدينة بالقرب من مقر المجلس الثوري المحلي بالصواريخ. انتقالا إلى حلب، مدينة بعيدة عن ذلك، فالاشتباكات لا تزال مستمرة، أبرزها كان في حي قسطة حرامي وفي حي السيد علي، أيضا هناك اشتباكات على محور حي صلاح الدين، حيث حاول الجيش التقدم باتجاه حي العظمي. نعم، أشكرك جزيلا مراسل شبكة شام الإخبارية من دمشق محمد الهادي.